وإذا خيرت فهل هناك ألم أعظم من الفراق؟ أرجوك اهتمي بدوريس. لقد فرقت الحرب بين الأم والطفلة. سأعاملها كأنها ابنتي. مملكة أليس هي موطن لقبائل العناصر مثل الذهب والفضة والنحاس. كانت القبيلة الفضية دائماً هي الأقوى، وكانت قبيلة الذهب حذرة منهم منذ فترة طويلة. وبشكل غير متوقع حدثت أسوأ مخاوف قبيلة الذهب. القبيلة الفضية جلبت البرق على قبيلة الذهب. طلب مستشار قبيلة الذهب من الملكة معاقبة قبيلة الفضة على فعلتهم الهمجية، لكن لم تتم الموافقة على ذلك. وبشكل غير متوقع لا شيء يمكن أن يوقف المستشار. بعد يوم وليلة أخذت القبيلة الفضية على حين غرة واختفت إلى الأبد، حتى توبيخات الملكة كانت بلا جدوى. وبعد 18 عاماً من اختفاء قبيلة الفضة لم تعد قبيلة الذهب تعاني من البرق. لقد وصلت الأميرة دوريس. لقد عهدت إليك بقيادة البرق، أنا مطمئنة للغاية. سيأتي أقوى برق لاختبار قدرة الخلف دوريس، يجب أن تتدربي بجد. سأحاول قصارى جهدي. بفضل حماية الأميرة دوريس الجميلة أصبحت قبيلة الذهب أنبل سلالة. انظروا إلى الضوء الذهبي المتلألئ على الأميرة، أوه كم هو جميل. فقط المستشار كان مستاء من شهرة دوريس. الملكة تنوي نقل العرش لتلك الطفلة المتبنى؟ هذا هو الحال بالفعل يا سيدي، من الآن فصاعداً راقب كل تحركات الأميرة. كان المستشار يخشى دائماً أن تتسبب دوريس الصغيرة في حدوث كارثة، لذلك كان يراقبها عن كثب. بعد أيام قليلة من بلوغها 18 لاحظت الأميرة دوريس شيئاً غريباً. ما هذا؟ لكن دوريس اعتقدت أن السبب هو أنها كانت تتدرب بشدة، لذلك لم تقلق كثيراً حتى جاء يوم ما تحول نصف شعرها إلى اللون الفضي. الفضة من المحرمات؟ لماذا تظهر علي؟ خوفاً من أن يكتشف الآخرون سرها حاولت دوريس إخفاء نفسها. دوريس، ما الخطب معك؟ أنا لدي حساسية، لذلك أغطي وجهي في الوقت الحالي. إذا كانت الأميرة مريضة فعليها أن ترتاح، ستولى مهام المملكة. غير قادرة على إطالة الغرابة على جسدها، طلبت دوريس على عجل معلومات عن قبيلة الفضة المنقرضة. غادرت القصر سراً. بشكل غير متوقع كان الطريق إلى القبيلة الفضية أصعب مما اعتقدت دوريس. لقد مررت بهذا المكان مرتين بالفعل. وبشكل غير متوقع وصل حظها. الأميرة دوريس، ماذا تفعلين هنا؟ أنا أبحث عن الطريق إلى القبيلة الفضية لأرى إن كان هناك أحد. سأخذك إلى هناك. وفجأة هطلت الأمطار من السماء وضرب البرق بشكل غير متوقع، مما جعل الأمر صعباً على كليهما. كان إخراج البرق أمراً بسيطاً بالنسبة لدوريس، لكن دوريس نسيت أن جسدها قد تغير ولم تتمكن بعد من التوفيق بين قوى الذهب والفضة. أوبس، لا. بسرعة اختبئي خلفي. انتهى القلق عندما توقف المطر، لكن دوريس
وجهت نظرة ليام الفضولية. لا تخافي، سوف أحتفظ بسرك. ولكن لماذا تساعدني؟ لأنه ذات مرة كانت القبيلة الفضية لطيفة جدا معي. هل الأمر بهذه البساطة؟ وصلت دوريس إلى المكان الذي أرادت العثور عليه، ولكن هل من أحد هنا؟ ولم يجب أحد، مما يعني أن السر سيبقى دون حل. كيف يمكنني التخلص من الفضة الموجودة بداخلي؟ ليام، أخبرني. هذا مستحيل. لماذا بعد أن هلكوا؟ هل ما زالوا يؤذونني؟ أنا أكره القبيلة الفضية. القبيلة الفضية ليست شريرة. لماذا تدافع عن قبيلة الفضة؟ أنت لست من قبيلة الذهب؟ لماذا تعتقدي هذا؟ أنت تعرف الكثير عن قبيلة الفضة، بدءاً من الطريق إلى هناك، وحتى حقيقة أنني لا أستطيع التخلص من الفضة. لقد عشت بالقرب من القبيلة الفضية من قبل. إذن كيف تفسر قوتك الساحقة؟ أنت من قبيلة الفضة. دعيني أشرح لك. لن أستمع إلى الكذب. في هذا الوقت كان لدى الملكة أشخاص يبحثون في كل مكان عن دوريس. دوريس، أنا ضعيفة، العرش سوف ينتقل إليك. وعلى الرغم من أنها متبنى، إلا أن الملكة عاملتها على أنها ابنتها لسنوات عديدة، كما اعتبرتها دوريس والدتها البيولوجية. لدي شيء لأقوله. اتضح أن المستشار أراد دعوة الملكة ودوريس للقاء الناس. اليوم هو اليوم الذي ستعلن فيه الملكة الخلافة. لقد اخترت دوريس كخليفة. رائع، الأميرة دوريس تستحق ذلك. انتظري. فضة؟ هناك فضة على الأميرة. لا، لا يمكن أن يكون ذلك. قبيلة الفضة الشريرة حقا، تجرؤي على وضع هجين هنا للانتقام؟ دوريس بريئة، قامت بحماية قبيلة الذهب. يجب ألا تنسى الملكة أن القبيلة الفضية أضرت بنا ذات مرة. لم تستطع قبيلة الذهب أن تنسى معركة الماضي الشرسة، وحتى لو كانت دوريس بريئة إلا أنهم ما زالوا يطاردونها. في عذاب هربت دوريس إلى الغابة. هناك من يتبعها. لم تتوقع دوريس أن يقوم المستشار بالقبض عليها. إلى أين تأخذني؟ ألا تريدين مقابلة القبيلة الفضية؟ إذن اتبعيني. اتضح أن القبيلة الفضية كانت مختبئة هنا. أيها الأمير، لقد عدت. أمير؟ من أنت حقاً؟ لتجنب التعرض للقتل، اضطررت للاختباء كعضواً في قبيلة الذهب للخروج وجمع المعلومات. إذن من أنا؟ خبرها ليام بكل شيء، عن مؤامرة المستشار قبل 18 عاماً لإبادة القبيلة الفضية. إذن كان والدي من قبيلة الفضة، وأمي من قبيلة الذهب، وقد ماتوا بسبب ذلك؟ نعم. ولكن لماذا عرفت أنني سآتي إلى أرض القبيلة الفضية وأنتظر هناك في المرة الأولى التي التقينا فيها؟ عرف ليام أنه عندما تبلغ دوريس 18 عاماً سيظهر العنصر الهجين. كان عليها أن تكتشف هذا السر، وكان ينتظرها من قبل. أردت أن أحذرك بشأن مؤامرة المستشار، وأبرئ اسم قبيلة الفضية. كل هذا كان خطأي. يجب أن أعود للانتقام. لكن دوريس لم تتمكن بعد من استخدام قوة الفضة،
لذا كان ليام يرشدها. كان على دوريس أن تتعلم من أصغر القوى حتى إلى أصعبها. لا تخافي، أغمضي عينيك، ستشعرين بالقوة بداخلك. وسرعان ما تعلمت دوريس كيفية التحكم في قواها. هل أنت بخير؟ لماذا أنت ساخن جداً؟ أنا لأنني أوصل الحرارة أفضل منك، لذا فأنا أكثر سخونة. في قلب دوريس كان هناك تيار يتدفق، ولكن مع عدم انتقام عائلتها بعد لم تستطع التفكير في أي شيء آخر. ليام، سأعود للانتقام لوالداي. سأعود معك. عندما سمعت دوريس وليام أن المستشار سيأتي إلى هنا انتظر ظهوره. لماذا أذيتم والداي؟ لماذا أبدتم قبيلة الفضة؟ لماذا؟ دوريس تضرب المستشار. قبيلة الفضة الشريرة تستحق العقاب. دوريس هيا بنا، اقبضوا عليهما. نصب المستشار فخا لإغراء دوريس بالخروج. لا يمكننا إيذاء الأبرياء. أيها المستشار، أطلق سراح دوريس على الفور. أبداً، يجب أن يكون العرش الملكي ملكي. لقد كنت قاسياً وأبدت قبيلة الفضة منذ سنوات، والآن دع دوريس تذهب. لقد كنت ضعيفة دائماً، وبفضلي ازدهرت قبيلة الذهب. لم أفعل أي شيء خاطئ. سيكون لدي عذر لإبادة القبيلة الفضية. يا مستشار، لماذا قتلت القبيلة الفضية؟ لأن قبيلة الفضة كان لديها القدرة على توصيل الكهرباء والحرارة أفضل من قبيلة الذهب. بالطبع كانوا شوكة في جانبي لفترة طويلة. يجب أن تكون قبيلة الذهب هي الأقوى. وعلى نحو غير متوقع كانت الحرب التي سببت كل هذا الألم نابعة من طموحات أنانية. كل هذا كان خطأي، كان يجب أن أعاقبك. أمي! انتظرت هذا اليوم لفترة طويلة. وكما قالت الملكة، سيأتي البرق ليختبر الخليفة. أنا على وشك أن أصبح الملك. نزلت صواعق ضخمة من البرق على الأرض لمعرفة من هو خليفتها. المستجار لا يستطيع الصمود أمامه. اهربوا! لقد مرت السنين، كان المستشار يتوق فقط إلى السلطة دون أن يمارس قوته. جميعكم كونوا حذرين، اهربوا! كونوا حذرين! فكرت دوريس في الملكة التي ربتها وعلمتها، كانت مصممة على حماية هذه المملكة. استخدمت دوريس جسدها كمانعة للصواعق. لقد أنقذتنا الأميرة دوريس، بينما المستشار لا يعرف إلا كيف يهرب. تم التغلب على التحدي وتم حل جميع حالات سوء الفهم. تم الكشف عن الأشياء التي قام بها المستشار في الماضي، وتبرئة القبيلة الفضية من اللوم. لم تعد دوريس خجولة بشأن مظهرها، لكنها كانت خجولة أمام ليام. كانت بطيئة بعض الشيء، وبالفعل دوريس، لماذا أنت غاضبة؟ أنا لن أخبرك. لا يزال هناك متسع من الوقت، وتعتقد دوريس أن ليام سيدرك مشاعرها يوماً ما. أنجيلا وأغاثا، الأختان التوأم، اللتان ولدتا بين ملاك وشيطان. إذن شعرنا له لونان، نصف ملاك ونصف شيطان. أختي، لا أريد أن أذهب، لا تتركيني. أغاثا، أين أنت يا أغاثا؟ أغاثا! بسبب انفصال والديهم، غالباً ما كانت أنجيلا تحلم بهذا. ومنذ ذلك اليوم فصاعداً عاشت مع والدتها نورا في الجنة. أمي، في يوم التسجيل اليوم، هل ستأتي معي؟ لا يا عزيزتي، أنا أعمل في النوبة الليلية ولا أريد أن أرى والدك.
الملائكة والشياطين عندما يصلون إلى مرحلة البلوغ عليهم أن يسجلوا كمعلم من معالم النضج. التالي. أوه أنجيلا، أليس كذلك؟ هل والدتك هنا؟ أوه لا. حسناً، إذا قابلت زوجها السابق هذه ستكون مشكلة. كان اليوم أيضاً فرصة لأنجيلا للعثور على أختها الشيطانية. أين مكان والدنا؟ ليس من شأنك، أليس كذلك؟ أغاثا، هذا من؟ أختي. لقد مر وقت طويل منذ أن التقيتا منذ انفصال أسرتهما. تحدثوا في وقت متأخر من الليل. قال الأب أنهما انفصلتا لأن الملائكة والشياطين غير متطابقين. أمي قالت ذلك أيضا. أتعتقدين أنه ذنبنا أن والدانا قد انفصلا؟ نحن متشابهتان جدا. إذا قمنا بتبديل الأماكن فلن يلاحظ أحد، أليس كذلك؟ دعينا نتبادل. سأظهر لأمي الجانب الجيد من الشياطين. لقد أظهرت لأبي الجانب الجيد من الملائكة. عندها سيرون بعضهم البعض على أنهم ليسوا سيئين على الإطلاق. سوف يعودان معا. قامت أغاثا بسرعة بتغيير ملابسها وأجنحتها مع أختها، بينما كانت أنجيلا لا تزال مترددة. أختي تذكري هذا، الشيطانة لوسيفا أظن أن لديها مشاعر تجاه أبي. حددي كلماتي، سأذهب إلى الجحيم لمقابلتها قريبا. أوه حقا، هذه الفتاة الصغيرة. صعدت أغاثا إلى السماء بهوية الملاك. لماذا تبدو أنجيلا أنيقة جدا فجأة؟ في العادة هي خجولة جدا. تبدين جميلة بشكل استثنائي اليوم، دعينا نتسكع في الخارج. أهرب عن وجهي. كانت أغاثا سعيدة لأنها كانت على وشك مقابلة والدتها، ولكن نورا كانت غير مبالية ومتعبة للغاية. كان على الفتاة الشيطانة أن تتعلم طرق الملائكة لمساعدة الآخرين وإرشادهم لفعل الخير. ماذا تفعلين يا أنجيلا؟ أنت لست ملاك ولست شيطان، أليس كذلك؟ نعم أنا ملاك. وبطبيعة الحال لم تتمكن أغاثا من التكيف على الفور مع وظيفتها الجديدة. لماذا تتحمل التنمر عندما يمكنك الانتقام؟ صحيح، لا أستطيع تحمل ذلك بعد الآن، يجب أن أسعى للانتقام. أنجيلا! يا أيتها الكائنات السماوية، من فضلك أديري قلبه نحوي. بالطبع لا، يجب الاعتراف بالحب. أنجيلا! لا تتصرفي هكذا، هل أنت متأكدة أنك لست شيطانة؟ أنا أكون إذا كنت لا تحب ذلك. صعب، ولكن بفضل أغاثا أصبح عمل نورا أكثر سلاسة. لقد تعلم الأشخاص الذين ساعدتهم أغاثا كيفية الوقوف بمفردهم. قبلت والدة نورا هذا النهج الجديد على مضض. بدأت الفتاة الشيطانية تفهم قوة والدتها، حيث كانت تكافح من أجل إعالة الأسرة وحماية أغاثا عندما تعرضت لانتقادات من قبل ملائكة أخرى. طرقك الشيطانية ليست بهذا السوء. إصرارك يذكرني بوالدك. أما أنجيلا فقد غمرها عالم الشياطين. ما الذي تفعلينه هنا؟ ما زلت واقفة هنا والعمل يتراكم. أبي أبي أجل سأعود. لم يستطع الملاك أن يعتاد على عمل الشيطان وهو القبض على النفوس الخاطئة ومعاقبتها. ما الذي تلعبين به؟ هل أنت ملاك أم شيطان؟ أنا آسفة يا أبي. كانت أنجيلا أيضا خائفة من والدها إليس. لقد كان باردا عديم المشاعر وقاسيا بسبب طبيعته الوحشية. لا اعف عني، اذهب بعيدا من فضلك. هل أنت خائف؟ إذا لم تفعل أشياء سيئة بعد الآن فسوف يغفر لك، أتعدني؟
كانت الملاك لطيفة جداً، اختارت أن تتعاطف بدلاً من أن تكون قاسية على النفوس. على الرغم من توبيخها من قبل أليس كثيراً، إلا أنه كان مهتماً بالفعل، لكن طبيعته الشيطانية كانت صارمة وباردة بطبيعتها. وعندما رأى أن النفوس التي ساعدتها أنجيلا مستعدة للتحول إلى الخير، أنت لطيفة، تقريباً مثل الملاك، لا شيء مثلي على الإطلاق. تصرفاتك تذكرني بأمك. التقت الأخوات التوأم مرة أخرى، ولكن أليست هذه لوسيفا وأبي؟ اتبعيهم. لماذا يبدو هذا المكان رومانسياً جداً؟ لماذا يبدو أبي سعيداً جداً؟ لم أره هكذا من قبل. لابد أنهما يتواعدان، لدي مشاعر تجاه أبي، علينا أن نفصل بينهما. لا تفكري حتى في إغواء والدنا. أوه، هل أسقط أحدهم بعض العملات المعدنية؟ من؟ هل أنت في الشجيرات؟ اخرجي الآن. لا أستطيع الكشف عن هويتي. أبي، كيف يمكنك التمسك بهذه المرأة و... أنا فقط أبدو كفتاة، في الحقيقة أنا رجل. أنا لست عمياء. لوسيفا صديقي، على وشك مقابلة صديقته، لذا أريته هذا المكان حيث التقيت بوالدتك لأول مرة، أتفهمين؟ لقد فهمت خطأ يا إلهي، ولكن أعتقد أن هذه الخطة رائعة. خططت الشقيقتان للم شم والديهما في نفس المكان لإصلاح علاقتهما. لقد اقترب الوقت يا أمي. تمهلي؟ لا أعرف لماذا، أنا متعبة جدا. مفاجأة! أليس؟ أغاثا؟ أنجيلا؟ كان هناك خطأ ما، بدأت المساحة المحيطة بهم ترتعش عندما اقتربت نورا من أليس، وبوم، هز انفجار المكان بأكمله. أثارت الطاقة المنبعثة من الانفجار ذكريات مكبوتة لدى الشقيقتين. اعتادوا أن يكونوا ضعفاء، لأن كونهم مزيجا من الملاك والشيطان كان أمرا غير طبيعي. كان على أليس ونورا استخدام تعويذة قديمة لإنقاذ الأختين. في المقابل، أصبحت طاقة الملاك الشيطاني غير مستقرة بداخلهم، غير قابلة للتنبؤ بها، وسوف تدمر نفسها عندما تكون قريبة. كان على الوالدين أن ينفصلا منذ تلك اللحظة فصاعداً. ولهذا السبب فرقونا أمي وأبي، كانوا خائفين من أن نلوم أنفسنا. لماذا؟ لماذا يتركونهم يتجمعون مع بعضهم البعض؟ هذا غير مجدي، لا أستطيع أن أفعل أي شيء. أبي، أبي، هذا مستحيل. ظهرت هالة سحرية عندما لمست أنجيلا أليس. لا، نورا! طاقتي متوازنة بشكل طبيعي بين الملاك والشيطان، أستطيع القضاء على عدم الاستقرار في أمي وأبي. نقلت أنجيلا طاقتها على الفور إلى والدها الشيطان، بينما فعلت أغاثا الشيء نفسه مع والدتها الملائكية. ببطء بدأ أباؤهم في استعادة وعيهم. ضعفت الأختان، لكنهما صممتا على تجاوز الأمر. أختي أنجيلا، أغاثا! ممسكين بأيديهم، اندمجت طاقاتهم في قوة موحدة قوية، وأنقذوا عائلتهم بأكملها. لقد مر وقت طويل، تم لم شمل الأربعة منهم أخيراً، ومنذ ذلك اليوم عاشت عائلتهم في سعادة. انتظر لوسيفا، اعتقدت أنك ستخرج مع صديقتك اليوم. لقد هجرتني بعد الانفجار سابقاً، يا إلهي. ومنذ ذلك اليوم فصاعداً عاشت عائلتهم في سعادة إلى الأبد. ما
ملايين العيون تنظر إلى المرآة السحرية بتوتر. هذا العام من سيتصدر المخططات؟ كان التوتر في الهواء واضحاً، ولكن يبدو أنه لم يكن له أي تأثير على روح عيد الميلاد. والفائز هو، لا حاجة للمماطلة، من الواضح أننا كما هو الحال دائماً كل عام. مجموعة الوافدين الجدد، فلاش سيل. ماذا؟ لأول مرة منذ سنوات عديدة تم هزيمة أبطال عيد الميلاد. كانوا غاضبين ولم يصدقوا هذا التحول الصادم للأحداث. تسببت أخبار فشل فرقة عيد الميلاد في حدوث صدمة في المجتمع. في تلك الليلة لم يتمكن كل من المصورين وسكان البلدة من إغلاق أعينهم حتى الفجر. أوليفيا، ربما لا ينبغي لنا أن نشاهد. لماذا لا نشاهد؟ إنهم جميعاً يشكون في مدى الملل الذي أصبحنا عليه بسبب افتقارنا إلى الابتكار. دعيهم يتحدثون، ألا يمكن أن يكون لهم آراءهم الخاصة؟ الكلام رخيص، اذهبوا وانظروا بأنفسكم. أداؤهم باهت ومنخفض الطاقة، وغناؤهم يشبه لكمة في الأذن. ألقت أوليفيا باللوم على صديقتيها في كسلهما. بصفتها قائدة المجموعة قامت بتشييد إجراءات تدريبهم وحافظت على لياقتهم البدنية. تدرب الثلاثة بلا هوادة حتى تألمت أرجلهم وتألمت حناجرهم وقرقرت بطونهم من الجوع بسبب عدم كفاية الوجبات. وعلى الرغم من الجهود التي بذلوها ظلت نتائج التقييم سيئة. أين المشكلة بعد كل شيء؟ إنها أنتم يا رفاق، أنتم كسولتان للغاية. تجادلوا بصوت عال ورفضوا للاستسلام لبعضهم البعض. في النهاية تحت ضغط لا هواد فيه من زعيمتهم، قررت زانديا وبالي مغادرة فرقة الأيدولز. انضمت الفتيات الثلاثة بسرعة إلى المنظمات الجديدة. هاتان الاثنتان لن يكونا قادرتين على مطابقتنا. أنا متأكدة من أنني سأكون أكثر نجاحاً. حان الوقت بالنسبة لي للتألق بمفردي. ومع ذلك فإن أدائهم الفردي لم يتلقى نفس الإشادة التي تلقتها عروضهم الجماعية. طالبت المنظمات الأصدقاء الثلاثة بإعادة اكتشاف الصيغة لإنشاء الموسيقى المميزة التي جعلتهم من النجوم الكبار، لكنهم جميعاً نسوا تلك الصيغة منذ وقت طويل. لم يكن أمامهم خيار سوى استخدام السحر المحظور الذي قدمته المنظمة للسفر عبر الزمن. أولاً، اكتشفت أوليفيا أنه بينما كانت مشغولة بالتحضير للمجموعة، كانت زانديا تعمل بمفردها سراً. والأسوأ من ذلك أن بيلي كانت تشارك سراً استياءها من قائد المجموعة مع الآخرين. لم تكن مشاعر زانديا أفضل. اعتقدت زانديا أن أوليفيا كانت قاسية جداً ومتمسكة بمنظورها الخاص ولن تستمع إلى أي شخص. لقد كانت أكثر أعضاء المجموعة انطوائية، وكانت تفتقر إلى الشخصية القوية التي يتمتع بها صديقتها، مما جعلها تشعر وكأنها غريبة. لماذا؟ لقد حاولت جاهدة أن أتأقلم معهم. لماذا أشعر وكأنني الشخص الغريب؟ أخيراً، بالي كانت لديها عقلية موسيقية مختلفة عن أوليفيا. اسمعي، الموسيقى هي لعبة، لا يمكنك التركيز دائماً على الجوائز والمال. إذا لم تحققي قيمة فلن تكون هناك لعبة للبدء بها، فهمتي؟ كانت زانديا سلبية للغاية وكانت تتماشى دائماً مع الآخرين. بعد رحلة السفر عبر الزمن هذه، تغيرت صداقتهما بشكل ملحوظ. قرروا اتباع أوامر المنظمة وهزيمة أصدقائهم المتبقين لإثبات أنفسهم بشكل أفضل. مع اقتراب العام من نهايته، كانت المنافسة بين جميع الأيدولز في المدينة السحرية في ذروتها. ستتاح للفائز هذه المرة فرصة القيام بجولة في أراض أخرى. كان من المفترض أن يكون أداؤنا اليوم معاً. لم يعلموا أن الأمر برمته كان مخططاً من قبل جنية عيد الميلاد. كل شيء يسير وفقاً للخطة الموضوعة. وبالفعل كانت وراء التلاعب بالمنظمات التي قبلت أصنام أرواح عيد الميلاد الثلاثة، لكنها لم تكن لأغراض خيرية. ولكن مجرد استخدامهم، على أي حال كانوا مشهورين. وماذا في ذلك؟ لقد نفذت قيمتهم. الآن
مهمتك هي استخراج القيمة المتبقية منها وتمريرها إلى أطفالنا الجدد. لقد تغير العالم، لم يعد أحد يهتم بالعطلات التقليدية بعد الآن. يفضلون البقاء بمفردهم والتحديق في المرأة، ولا يحبون الارتباط حتى مع الأصدقاء والعائلة. إنها حقبة فلاش سيل الآن، هيا لنجد آيدول عيد الميلاد من أجل النجاح لنمررها لأطفالنا. وفقاً للخطة، كان من المفترض أن تقوم أوليفيا وزانديا وبيلي بتعطيل أداء بعضهم البعض، وبعد ذلك ستجنى الثمار. كان العمل السحري لزانديا على وشك الانتهاء دون أي صعوبة أو مشاكل. أحسنتي، تتحديني؟ جيد جداً، ستدفعين الثمن. كان الارتفاع أكبر نقطة ضعف لدى زانديا. لم تكن تتخيل من سينقذها من هذه القضية هو صديقتها القديمة التي قررت ألا تلعب معها في اليوم السابق. يبدو أنني يجب أن أكون أكثر صرامة معكم. ماذا يحدث؟ أليس هذا خطير بعض الشيء؟ يجب أن يكون جزءاً من الأداء. في اللحظة التي اختفت فيها رقاقات الثلج، ظهر آخر عضو في المجموعة. نظروا إلى بعضهم البعض وتفاجأوا لفترة وجيزة، ثم ابتسموا. أدركوا المزيد عن بعضهم البعض بعد رحلتهم عبر الزمن. زانديا مدفوعة بإخفاقاتها الماضية تدربت بقوة أكبر من أي وقت مضى. تم تصوير بيلي التي كانت مرحة بشكل غير عادل على أنها تضر بصورة المجموعة، لكنها كانت دائما تدافع عن صديقتها من المصورين الذين لا هواد فيها. أوليفيا التي لم تتنازل أبدا عن شغفها بالمال تحملت بصمت الصعوبات للحفاظ على نمو المجموعة. على الرغم من أننا لم نعد مجموعة، سأدعم دائما حياتك المهنية. أنا أيضا. أرواح عيد الميلاد لم تنفصل. وماذا في ذلك؟ طالما أنهم يستطيعون لم شملهم الليلة. أرواح عيد الميلاد، أرواح عيد الميلاد. يريدون منا أن نؤدي معا. الجميع يرجى إلقاء نظرة على المسرح. هذا العام سيداتنا الشابات الموهوبات لديهم مفاجأة للجمهور، سيخلقون عاصفة ثلجية سحرية. التالي هو أداء فلاش سيل. ماذا؟ مستحيل. في ذلك العام ساعد الأداء المتميز الذي خلق عاصفة ثلجية سحرية أرواح عيد الميلاد على الصعود إلى قمة المخططات. ولكن في السنوات التي تلت ذلك لم يتمكنوا من تكرار السحر. تم نسيان أدائهم منذ ذلك العام تدريجياً. تم تشغيل الموسيقى مرددة صدى الأسلوب الذي عرضته أرواح عيد الميلاد في ذلك العام. إذن لقد خدعت. أنا آسفة، وأنا أيضاً. لم يكن أنت فقط، لقد حاولوا أن يأخذوا منا كل شيء. ومع ذلك فإن خطة جنية عيد الميلاد لاستغلال مواهبهم لم تتحقق. ما هذا؟ لا يوجد ثلج. سيداتي وسادتي، من فضلكم ابقوا، لا تغادروا. أوه، لا يمكننا أن نخيب أمال الجمهور. هذه فرصتنا، نحتاج فقط إلى أغنية جديدة. فالأغنية المسروقة لا تناسب. زانديا، لقد كتبت أغنية في ذلك الوقت، أليس كذلك؟ تلك الأغنية لا أستطيع حقا. نحن فريق، لكل شخص الحق في التألق. عادت أرواح عيد الميلاد حقاً بأداء غير مكتمل. أدركوا أن أعمالهم السابقة فقدت جاذبيتها لأنهم فقدوا الاتصال بهم، وأراد كل منهم التألق بشكل فردي. وعندما جاءت لحظة التحول، لمفاجأة الجميع، عادت العاصفة الثلجية السحرية. كانت أغنية هذا العام أفضل من الأداء الأيقوني من الماضي. اكتشفوا أن مفتاح سحرهم هو صداقتهم. ترددت الموسيقى والأصوات في الثلج الأبيض وربطت الجميع. ترك الناس حياتهم المزدحمة وراءهم ليعودوا إلى ديارهم، وتعانق العشاق.
وحتى فتاة عود الثقاب المسكينة تمت دعوتها بلطف إلى احتفال دافئ. اجتمع كل من شاهد العرض المباشر على المسرح. لم يعد هناك شك، الأداء غير المسمى الذي قدمته أرواح عيد الميلاد في تلك الليلة استحوذ على الجمهور مرة أخرى. فازوا بأعلى جائزة، وتم منحهم الفرصة للقيام بجولة في المدن حيث يمكنهم كسب الكثير من المال. ومع ذلك قرر الأصدقاء الثلاثة بالإجماع عدم استخدام تلك القوة. عملوا بجد لسنوات عديدة، هذه العطلة هي وقتهم للراحة وقضاء الوقت في التواصل مع الأصدقاء. وانتهت القصة عندما تجولت الأرواح الثلاثة معاً في عالم البشر، وغنوا للأطفال وشاركوا الهدايا غير المتوقعة. عيد الميلاد هذا خاص ودافئ مع الأصدقاء الأعزاء. عيد ميلاد مجيد! كان عالم فيري وود السحري موطناً لمخلوقات سحرية ذات قوى خاصة، لذا فإن مدرسة فيري وود هاي سكول مدرسة السحر هي دائماً المكان الأكثر رواجاً، مع مهمتها الحاسمة لتدريب الأفراد الشباب على استخدام المهارات السحرية في حياتهم. يجب أن تتعلم هؤلاء الفتيات كيفية التحكم في قوتهن بشكل أفضل. ومع ذلك في تلك المدرسة لا تزال هناك حالات استثنائية مثل كيدي، وهي فتاة ذات جمال رائع ولكنها تفتقر إلى القدرات السحرية. إيماناً بأن كل طفل يستحق فرصة للتعلم، وخاصة فتاة لطيفة وحسنة التصرف مثل كيدي، وافق المدير على قبولها في المدرسة. ومع ذلك لا تزال كيدي لا تؤمن بنفسها حقاً، لأنها تشعر بأنها مختلفة عن أي شخص آخر في المدرسة. بعد ظهر أحد الأيام، بينما كانت تبحث عن مكان لتناول الطعام، قام قزم مؤذن بمقلب عليها ومنعها من الذهاب إلى أي مكان. فجأة كان القزم يرتدي بطريقة سحرية ثوب الأمير الجميل، مما جعله محرج وهرب بعيداً. هل أنت بخير؟ ذلك القزم يحب مضايقة الفتيات الجميلات. طلبت من كارين أن تعطيه هذا الفستان، يبدو لطيفاً. لماذا لا أعرفك؟ أنت الفتاة التي ليس لها سحر كما تقول الشائعات. أجل، إنها أنا، إنهم فيري مينيز، وهي مجموعة تتألف من أجمل ثلاث فتيات والأكثر أناقة وشهرة في مدرسة فيري وود هاي. ابتكرت الجنية الرائعة كارين الملابس الأكثر إبهاراً، لكنها لم تكن ذكية جداً. التالي كان القزم غريتشن الذي كان يستطيع سماع كل شائعة في المدرسة. أخيراً الملكة مصاصة الدماء ريجينا التي تتمتع بقدرة على التلاعب والسحر، ولم يجرؤ أحد على معارضتها. وجدت ريجينا أن كيدي جميلة وشعرت بالأسف على افتقارها إلى السحر، وتوصلت إلى فكرة. نريد أن ندعوك لتناول الغداء معنا كل يوم لبقية الأسبوع. اسمحي لي أن أقول لك شيئاً واحداً، لوننا المفضل هو الوردي. يجب أن تعلمي أن هذا شرف. الدفء واللطف والمظهر الجميل لفيري مينيز جعلت كيدي ترغب في أن تكون صديقة لهم. حسناً، أراكم غداً؟ عظيم، نراك غداً. بالإضافة إلى ارتداء اللون الوردي، يجب على الفتيات دائماً مشاركة القصص مع بعضهن البعض وعدم خيانة بعضهن البعض أثناء اللعب مع فيري مينيز. تلقت كيدي رعاية ودعماً حماسياً، مما ساعدها على التحول إلى شخص عصري. كان الأربعة دائماً يستمتعون معاً ويشاركون قصصهم. تدريجياً تكيفت كيدي وتغيرت وأصبحت أكثر جمالاً وثقة. ثم لم يهتم أحد بأن كيدي لم تعد تمتلك سحراً بعد الآن. أعجب بها الجميع وأراد العديد من الأولاد متابعتها. ومع ذلك كان لدى كيدي مشاعراً سرية مع صبي آخر، آرون الوسيم والقوي. لاحظ الناس في المدرسة أن آرون وكيدي يقتربان أكثر، وبدأت الشائعات حول علاقتهما تنتشر في جميع أنحاء المدرسة. وكالعادة وصلت الإشاعة بسرعة إلى أذني غريتشن، وسرعان ما جمعت الجنية مينيز للحديث. كيدي، سمعت أنك معجبة بشخص ما، هل هذا صحيح؟ أوه يا رفاق،
تعرفون بالفعل إنه آرن. يا إلهي، هل هو آرن؟ لقد كان صديق ريجينا السابق. جعل هذا الموقف كيدي غير مرتاحة، لأنها لا تريد أن تؤذي مشاعر ريجينا وتؤثر على صداقتهما. كيدي، لا بأس، هذا في الماضي، أنت فقط تمضي قدما مع آرن. تأثرت كيدي بلطف ريجينا وشعرت بمزيد من الحنان تجاه تلك المجموعة من الأخوات. لكي تصبح أقرب إلى آرن، حاولت كيدي توفير المزيد من الوقت لكليهما من خلال الاقتراب من آرن ومطاردته بعد الفصول الدراسية. بعد ذلك وصلت كيدي قضاء بعض الوقت في التقرب من آرن، وتبادل الاثنان مشاعرا جميلة، وقررت كيدي الاعتراف بحبها. في اليوم الذي خططت فيه كيدي للاعتراف، أسرت إلى فيري ميميز عندما لم تصل ريجينا بعد، لذلك لم يعرف سوى كارين وغريتشن. كلاهما دعموها في البداية، لكن فجأة سمعت غريتشن شائعة غريبة: انظروا، آرن يوعد ريجينا مرة أخرى. أخبرت غريتشن كيدي بسرعة بالإشاعة التي سمعتها للتو، مما منعها من الاعتراف لآرن. لم تصدق كيدي الشائعات، لكنها رأت بعد ذلك ريجينا تمسك بيد آرن. شعرت كيدي بالخيانة وغضبت، واجهت ريجينا وسألتها عن سبب تغيير كلماتها السابقة. أنا فقط أستعيد ما هو لي يا كيدي. بعد قضاء بعض الوقت مع كيدي، أصبحت أكثر جمالاً، وبدأ الناس يعشقونها على الرغم من افتقارها إلى أي قدرات خاصة. هذا جعل ريجينا تشعر بالاستياء وتشعر بالتهديد في منصبها كقائدة فيري وود هاي. لذلك تلاعبت ريجينا بمشاعر آرون تجاهها لتجعل كيدي تشعر بالدمار والحزن. لم تصدق كيدي الأمر، وتصاعد غضبها لدرجة أنها أمسكت يد ريجينا بإحكام، مما تسبب لها في الألم. مستفيدة من الموقف، دفعت ريجينا كيدي بعيداً وتظاهرت بالسقوط على الأرض لإيقاعها. كيدي، لا تغضبي هكذا، آرون لا يحبك وهذا ليس خطأي. شهد الطلاب أن كيدي تدفع ريجينا بقوة إلى الأسفل، مما أدى إلى موجة من القمع ضدها. منذ ذلك اليوم فصاعداً، توقفت كيدي عن اللعب مع فيري مينيز، ولم يرغب أحد في التواجد بالقرب منها بسبب حادثة ريجينا. في تلك المرحلة أصبحت أكثر ثقة، ولم تعد تهتم بما يعتقده الآخر. تم نسيان الحادث بسرعة مع اقتراب مهرجان سبرينغ سيلينغ، وهو اليوم الذي ستصوت فيه فيري وود هاي للفتاة التي يحبها الجميع أكثر، والتي ستصبح بعد ذلك الملكة وتمتلك التاج السحري. للحصول على لقب الملكة هذا، كانت ريجينا هي الأكثر رغبة. حاولت التدريب والحفاظ على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية والعناية بنفسها لتصبح الملكة. ولأن المنافسة تتطلب العدالة، ألقى مدير المدرسة تعويذة على المدرسة بأكملها، ومنع جميع الطلاب من استخدام السحر حتى يوم المهرجان. قررت كيدي أيضاً المشاركة في سبرينغ سيلينغ لتأكد نفسها، وتأمل جزئياً أن يفهم الناس شخصيتها الحقيقية بشكل أفضل. وفي يوم المهرجان ارتدى الجميع ملابساً أنيقة مستمتعين بالأجواء الاحتفالية. وبعد ذلك جاءت اللحظة الأكثر انتظاراً في الليل، حفل توزيع الجوائز بحضور أجمل فتاتين في مدرسة فيري وود هاي. كما هو متوقع، ريجينا وكيدي. لا يمكنك الفوز ضدي كيدي. مبروك كيدي. صدمت ريجينا عند سماع النتيجة. سلوك ريجينا الغريب قبل المهرجان جعل كيدي مشبوهة، وبالفعل تلعبت ريجينا بالنتائج. كانت كيدي مصممة على عدم السماح لنفسها بالحرمان في ذلك الوقت. دفعت ريجينا الغاضبة لانتزاع التاج من كيدي. حاصرت ريجينا كيدي تماماً كما دفعت ريجينا نحو كيدي. تمكنت من تفادي الهجوم، لكن تم دفع ريجينا للأمام. في تلك اللحظة مدت كيدي التي كانت لا تزال طيبة القلب يدها لمساعدة ريجينا، لكن ريجينا مدفوعة بالجشع
حاولت الاستيلاء على التاج، وشهد الجمهور الحادثة برمته وصرخوا بشدة ضد ريجينا. ريجينا شريرة، إنها لا تستحق أن تكون ملكة الربيع. أثارت معارضة الجماهير غضب ريجينا، مما دفعها إلى استخدام قوتها للتلاعب وإسكات الجميع. الجميع اسكتوا. أدركت كيدي نية ريجينا واستخدمت على الفور سحر التاج لإحباط ريجينا. قام المدير على الفور بإغلاق صلاحيات ريجينا مرة أخرى واستعادة التاج السحري. ملكة الربيع سيلينغ هي كيدي. أصبحت كيدي الفتاة الأكثر شهرة وأيقونة الفتاة المثالية للجميع. منعت ريجينا من استخدام السحر وتجنبها الجميع، وواجهت السخرية بعد مهرجان سبرينغ سيلينغ. الآن لن يساعدك أحد، ريجينا شريرة. فجأة ارتدى القزم المؤذي فستان الأميرة اللطيفة، مما جعله محرجا وهرب مرة أخرى. هل أنت بخير ريجينا؟ فستان كارين يبدو مذهلا عليه. على الرغم من أن ريجينا كانت تتصرف بشكل سيء، إلا أنها تلقت الآن المساعدة من هؤلاء الأصدقاء، مما جعل ريجينا متأثرة. بعد كل الأشياء الأنانية التي فعلتها، هل ما زلت تسامحيني؟ الجميع يرتكب الأخطاء ريجينا، ما يهم هو أن نعترف بهم ونسعى جاهدين لنكون أفضل. أنا آسفة لكوني لئيمة، سامحيني. فيري مينز إلى الأبد، فيري مينز إلى الأبد. أوه، هذا التمثال مخيف جدا يا أرلان، إنها قبيحة جدا. هذا هو جمال فن النحت سينديا، سواء كان شيئاً أو شخصاً، فلكل منهما جماله الخاص. أتعتقدون جميعاً نفس الشيء؟ إذا كان الأمر كذلك، فتذكروا متابعة قناة وو فيري تيلز. ماذا تقول؟ أرلان، سأذهب للخارج لأرتاح لبعض الوقت، اتصل بي عندما تنتهي. كان الشاب أرلان يطمح أن يصبح نحاتاً عظيماً، ويواصل رحلته ليتعلم كل شيء عن النحت. بعد فترة من التركيز، لاحظ أن الفتاة الغامضة بجانبه كانت أيضاً تراقب بعناية تمثال ميدوسا. استمر أرلان في المشاركة في المعرض حتى اختتامه، لكنه ما زال يرى الفتاة الغامضة أمام تمثال ميدوسا. مرحباً، حان الوقت للمغادرة، إنه على وشك الإغلاق. في تلك اللحظة، استدارت الفتاة الغامضة لتكشف عن وجه جميل عليه حراشف ثعبان، تماماً مثل تمثال ميدوسا بجانبها. كان أرلان مندهشاً، ولكن قبل أن يهدأ غادرت الفتاة. منذ ذلك اليوم كان أرلان مسحوراً باستمرار، وكان يرغب في مقابلة تلك الفتاة الغامضة مرة أخرى. زار المعرض باستمرار حتى اليوم الأخير، لكنه لم يقابل الفتاة. ماغريت، جئتي لأخذ التمثال؟ سمع أرلان اسم ماغريت وتذكر أنها كانت صاحبة تمثال رأس ميدوسا. استدار ليرى العباءة المألوفة تمر بجانبه. ماغريت، طارد أرلان ماغريت بسعادة، التي استدارت تماماً كما هبت رياح قوية، مما جعل عباءتها تسقط وشعرها يرفرف في الريح. مرة أخرى صدم أرلان من التشابه بين ماغريت وتمثال ميدوسا الذي كانت تحمله بين يديها. في مواجهة جمال ماغريت، وقع أرلان في حب عميق وعاطفي لها، وسرعان ما تقدم لمساعدة ماغريت. تفاجأت ماغريت بعض الشيء مع حماسة أرلان، لم تقل شيئاً ومشت للأمام بصمت وأرشدته. وبينما كان الاثنان يسيران، اعترضتهما مجموعة من الرجال. ماغريت، لا تفكري حتى في الهروب. لم يفهم أرلان ما كان يحدث، ورأى الرجال يندفعون نحو ماغريت، فاندفع للأمام لحمايتها وتعرض للضرب حتى فقد وعيه. عندما استيقظ أرلان، وجد نفسه في غرفة غريبة مليئة بالتماثيل، وكانت ماغريت بجانبه مباشرة. تحتوي الغرفة على لوحات لكليهما بشكل وثيق، مما جعل أرلان أكثر دهشة. ماذا يحدث؟ ماغريت،
هل أصبحنا محاطين بهؤلاء الرجال بعد المعرض؟ أليس كذلك؟ أرلن، لقد حدث ذلك منذ وقت طويل. هل استيقظت للتو من حلم؟ وبمجرد أن هدأ أرلن تذكر الماضي، وقد هربوا من العصابة بعد المعرض واستمروا في تطوير علاقتهم الجميلة. على الرغم من أن ماغريت كانت ذات جمال مذهل بالنسبة لأرلن، إلا أن الناس ابتعدوا عنها بسبب حراشف الثعبان، مما جعلها تبدو مختلفة. لذلك عاشت ماغريت حياة منعزلة وتجنبت الاتصال بالآخرين. حتى تلك اللحظة كانت تعيش بمفردها وتكتفي ذاتيا بالمال الذي كسبته من المنحوتات التي تركتها والدتها. كانت المنحوتات التي تركتها والدة ماغريت حادة بشكل لا يصدق، مما جعل أرلن حريصا على دراسة النماذج وتوفير سبب لزيارة ماغريت الجميلة. لذلك غالبا ما ذهب أرلن إلى منزل ماغريت للتدرب بجد والتقدم بسرعة في كل سطر وإنشاء العديد من الأعمال الفنية الجميلة، حتى أنه عرض قطعة نالت إعجاب الكثير من الناس، وأصبحت سمعة النحات الشاب والموهوب أرلن معروفة على نطاق واسع. في تلك اللحظة لم يكن بإمكان ماغريت سوى دعم أرلن بصمت. أرادها أرلن أن تكون مرتاحة كشخص عادي. قرر البحث عن صديقته الساحرة سينديا. سينديا، أرجوك ساعدي من أحب. وجهها لديه قشور الثعبان هذه، هل لديك أي طريقة لجعلهم يختفون؟ كانت سينديا تحب أرلن سراً لفترة طويلة، لذا شعرت بالانزعاج والغيرة عندما اكتشفت أن لديه صديقة. حسناً أرلن، لكن كن حذراً، سمعت أن أحفاد ميدوسا يختبئون بعد قطع رأس ميدوسا. من يدري؟ ربما تكون ماغريت من نسل ميدوسا. لا تتحدثي بالهراء، أخبريني عندما تنتهي من تحضير الجرعة. أعدت سينديا الجرعة بسرعة وأعطتها لأرلن بسعادة غامرة. عاد بسرعة ليجد ماغريت في كل مكان، لكنه لم يتمكن من العثور عليها. في تلك اللحظة سمع أرلن صراخا عاليا في الخارج وأسرع ليرى. نفد أرلن بسرعة ورأى أن سينديا تبعتها واكتشفت غرفة سرية تحت الأرض. نزل كلاهما ورأيا تمثيلاً كثيراً لأناس مرعوبين. ما صدم أرلن هو أن الرجل الذي هاجموه وماغريت في اليوم السابق كانوا هناك أيضاً. هذه التمثيل واقعية للغاية، وكأن الناس قد تحولوا إلى حجر. ماذا تفعلان؟ إنها أنت. أنت سليلة ميدوسا. في مواجهة إعلان سينديا توقع أرلن أن تعترض ماغريت، لكنها وقفت هناك كما لو أنه قد تم اكتشافها للتو بسر رهيب. اتضح أن ماغريت كانت بالفعل من سلالة ميدوسا. التماثيل أدناه كانت الضحايا التي حولتهم إلى حجر. الحقيقة التي تم الكشف عنها جعلت أرلن غاضباً وشعر بالخداع فغادر. حاولت ماغريت إيقافه، لكن نظراً لعدم قدرتها على التحكم في عواطفها تحول جزء من يد أرلن إلى حجر. ألقت سينديا بسرعة بمهارة خليطاً ساماً كانت قد أعدته على ماغريت، فحولت شعرها إلى ثعابين حجرية مرعبة. هذا الشكل الوحشي من ماغريت أرعب أرلن، مما جعله يهرب ويترك حبيبته يائسة في الغرفة المظلمة. ماغريت التي رفضها من تحب وأصبحت قبيحة، لم تعد تهتم بكل شيء من حولها. لكن سينديا لم تتركها بمفردها. نشرت الأخبار في كل مكان بأن ماغريت من نسل ميدوسا، مما تسبب في خوف وقلق القرويين، حيث كانوا يهاجمون منزل ماغريت كل يوم. أرلن الذي شهد الحشد الغاضب لا يزال يشعر بالشفقة على حبيبته، لذا وقف ليوقف الجميع. ولكن بما يتجاوز التوقعات هاجم القرويون أرلن أيضا. أرلن يحمي ابنة ميدوسا، أعماله الفنية بلا شك تم صنعها بواسطة تلك الوريثة التي تحول إلى حجارة. عند رؤية أرلن يتعرض للتعذيب شعرت ماغريت أيضا بالحزن الشديد، ونفذت مستخدمة مظهرها المرعب لتهديد القرويين.
وحش! لقد جعلت أرلان غير قادر على النحت، والآن سببت له المتاعب. جميعكم لا تخافوا، لا يمكنها تحويل الآخرين إلى حجر إلا عن طريق لمسهم. عند سماع ذلك وصل القرب يوم مهاجمة ماغريت، ولم يمنحوها وسيلة للتراجع، ولكن مرة أخرى ظهر أرلان لحمايته وصد ومنع الناس من الاقتراب منها. وحده لم يتمكن أرلان من إيقاف الحشد الغاضب، مما جعله غير قادر على المقاومة لفترة أطول. وصل ألم أرلان إلى ذروته، مما أدى إلى تصاعد غضب ماغريت. سيطرت على الثعابين الحجرية لإبعاد الناس عنها. فقط عندما تم إنقاذ أرلان أدركت ماغريت أنها تسببت في مأساة كبيرة. كل شخص لمسته تحول إلى حجر. ماغريت، ها؟ خطاياك خطيرة للغاية. الآن لإنقاذ الجميع ضحي بنفسك لأتمكن من استخدام دمك لصنع جرعة لإنقاذ الجميع بما في ذلك أرلان. اختارت ماغريت هذه الطريقة على أمل إنقاذ أرلان. وداعا أرلان، أتمنى أن تتعافى بسرعة. في اللحظة التي ودعت فيها ماغريت شهد أرلان كل شيء، ومع ذلك ماغريت لم تمت. استلقت بلا حراك ورأت سينديا تقف وتضحك بخوف. كما اتضح لم تكن بحاجة للتضحية بحياتها، كان سم الثعابين الموجود على رأسها كافيا. مستفيدة من إهمال سينديا، حاولت ماغريت بغضب الإمساك بها وحولتها بقوتها إلى تمثال حجري. سرعان ما أمسك أرلان ماغريت وأخذ قارورة السم التي تناولتها سينديا للتو. أرلان، استخدم سمي لإنقاذ الجميع. شكرا لك على كل شيء. ماغريت، ماغريت، أرجوك استيقظي. بعد ذلك ذهب أرلان إلى سيد سينديا ليقوم بإعداد ترياق لهذه اللعنة. عادت جميع التماثيل إلى طبيعتها باستثناء سينديا التي عاقبها سيدها على شرها. انتشرت قصة تضحية ماغريت، مما أدى إلى تبديد الشائعات عنها وعن أرلان. بعد ذلك تمكن أرلان أن يعيش حياة طبيعية مرة أخرى، لكنه شعر بالفراغ بدون ماغريت.